عليك محتالين وكذابين يا عيش مهم المين يحيى الباشا عاش البيت فيهن احنا تأثرنا مثلن على المعشر صرنا اوعى انتوا تصيروا هيك يا عيش وعالباشا يا عيش يا عيش قادة القناصر حضرات الوجهة والعيان بشكر تشريف كلها الحفل اللي قررت السلطنة العلي إقامتها لسببين وجهين. أولا مثل ما بتعرفوا بعد ما اجتمعت أعضاء الدول الست الكبرى لوضع نظام جديد للبنان والنظام بيقضي بتعيين حاكم أجنبي مسيحي بموافقة اللجنة السداسية وتعيين مجلس إدارة بيمثل جميع الطوائف كما أنه النظام بيقضي بأنها تكون الضابطية من اللبنانيين بس ضروري يعاونهم عسكر أجنبي تركي. أما السبب الثاني فهو تعيين سعادة رفعتلو داود باشا أرتجيا متصرفا على لبنان لمدة 3 سنوات. سعادته بيتكلم 7 لغات لفظ على خط والموصوف بالعلم والأخلاق والحنكي والطهر والنزاهة والحق ومن جميعه. قوموا يا قرايب هنوا يعيش الباشا غنوا ريحنا من هم الحرب قلبه خلصت لولا منه هو كيف مستغني عنه رجال بعيد الافاء كله اخلاص واخلاق قلبه الكل بيتمنوا حلم العاشق والمشتاق وكيف منستغني عنه يلا الشمعة ضويله حاولوا برافو غنيله قدم له من شو بيعطيك ومن هداته سقيله ويا حضرات وجهة وآيان ومن شافين شعب هالبلاد اسمحوا لي اقرأ على دينيكم فرمان تعيين الراس الكبير الصادر عن السلطنة العلي بعد موافقة قناصر العالم على نظام لبنان الجديد لما بيتفقوا علينا قناصر العالم هم نتفق مع بعضنا نفخة كبير بتطفي نار صغير منشكر نفخاتكم يا حضرات الأناصر يلا بلش الدق يا شباب باك خواجة نصار ما السلطنة ننزل علينا فرمان إسا شوية خشوع وتقاوي السلطنة ننزل علينا فرمان عند قناصر العيلة ندوم بعونه تعالى وبعد حوادث الجبل المكروهة اجتمعت اللجنة المؤلفة من ممثلي الدول الكبرى اللورد دفرن عن بريطانيا والمسيو بيكلار عن فرنسا والمسيو نوفيكوف عن روسيا والمسيو بيكفكر عن النمسا والمسيو دريفيوس عن بروسيا والداعي فؤاد باشا عن تركيا وبناء عليه كلفت اللجنة المذكورة حكومة الصدر العالي اختيار حاكم مناسب على الجبل وقد ارتأت السلطنة تعيين الشهبذ داود باشا أرتجيان متصرفا على لبنان لمدة 3 سنوات وقد منحه الباب العالي رتبة مشير مبروك يا باشا مبروك القناصي والوجهة والأعيان توافدوا على دار القمر حتى يشاركوا باستقبالك يا سعادة الباشا بعد ما كلفوني اني بلغك انه راح يكونوا ايدك اليمين وامرك الامين وحصنك الحصين في حكم البلاد ارزي لبنان وتعطر ارهك اسمح لي مولانا لمناسبة قدوم الباشا القي قصيدي قرض لبنان إلا بعدين يا أمير معه حق حضرة الباشا مش وقت هلا خلي التعتير لبعدين الباشا أكبر منا يا أمير يا مولانا العطر عادة بينرش على العرسان بعد الجواز وحضرتك بعد ما باركت جواز الباشا من البلاد بشكر مشاركتكم بهالاستقبال
وبعهدكم كون ميزان عدالي وبيضة لبان الحق. هات الباشا بميدانه بعد له ناصف ميزانه تحيا ايده على المرسوم وتسلم بيضة لبانه. تحيا ايده على المرسوم وتسلم بيضة لبانه. تحيا ايده باشا قمطان التضحية اللي وعدنا فيه من قبله ابحن بغال من محفار الولاء. الله يا ايدو عالمرسوم وتسلم بيضة لبانه. يا ايدو عالمرسوم وتسلم بيضة من سلطة الدولة السنية بسلمك هالصيف حتى يكون بين ايديك السلطة القاطعة اللي بتفصل بين الخير والشر واللي بتقطع بحد الحق وقاحة الباطل. بتمنى يكون هالسيف اللي بين ايدي الحد الفاصل بين الباطل والحق. يعيش يعيش يعيش. كلمات البشاوية بشاوات العقلية البدو يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. كلمات البشاوية بشاوات العقلية البدو يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. داير 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 حتى نعرف شو صاير. داير 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 حتى نعرف شو صاير. يلي بيفهم عالطاير بيعرف كل الخبري. يلي بيفهم عالطاير بيعرف كل الخبري. كلمات البشاوية بشاوات العقلية بدو يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. كلمات البشاوية بشاوات العقلية اللي بده يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. اتفضل يا سعادة الباشا حتى أعرفك على الوجهة والأعيان. أما حضرات القراصل فأكيد بتكون اتعرفت عليهم لما انقابلتهم باسطنبول. معرفتي بسعادتكم زادتني فخر واعتزاز. سي جونتي. المير حسن شهاب ملفان بالسياسة مليان بالمفهومية مبلول بالدربي والدراية مدهور باللطافة ولين بكل الاتجاهات. اشهبي بما لها من شهاب شعبي رهن او امرأة. المير مجيد الشهاب قريب المير بشير الشهابي صديق انصلاته فرنسا زعيم وطني كبير فيك تتكل عليه بكل شي بيخطر على بالك. اتشرفنا. ارزي لبنان. إلا بعدين يا امير. على اي حال تعطرنا بالمعرفة وفاح العطر والمردكوش. الغواجة نصار نصار من اعيان محيط ست بكفية. خفيف الروح صليط اللسان جميل الهندام ومش هين مع النسوان. يا نيال المحظوظين بين قلوب النسوي. اوه شو كل بدك من هالكار لو طلع لك يا نصار مسرح معي وجنح الوزن. الشيخ قرقيانوس الخازن من اغنياء البلاد بيملك قافلة بغال وكرخانة حرير وعربيتين للموتى كل عربية بجروها اربع روس خيل وبأسعار لا تزاحم وكلهم تحت خدمتك. تفضل. تفضل. شكرا شكرا. وانحزت المحظوظية وأمرت السلطة العليا بمصادرة البغال جاهزين وتوابيت كمان كمان تكرم عين السلطة. ممنون على لطافك. المير مراد أبو اللمع
المعي لسان بيكرج على سبع لغات، نغل لغات. عظيم عظيم. صديق منصلات لندرا خاص ناس، ذو مرد زقور وخدمة السلطنة غيور. المير عبد الله رجل المناسبات الوطنية، زعيم وطني كبير. ضيعت بيت شباب. تفضل يا سعادة الباشا، اتقبل رمز الضيعة. جرس؟ في بيت شباب بيصنعوا أجراس. تذكرك يا باشا، ضيعنا بالحرب دقت كتير حزن، اشتقت تدق فرح. إن شاء الله ما بتدق إلا فرح. إن شاء الله. هيدا وين بحطه؟ حطه بشايفتك، جيوب الحكيم بالساعة. يا باشا يا باشا، بيت شباب كمان مشهورة بحياكة الديمة. الديمة؟ ايوه، نعمل ملمي سلس الاحتكاك على البدين خصوصا الرجال. لبس الصوف تسلم لي. تحيك للنسوان والديمة تحيكت لجوانية رجال رجال. ايوايش سألوني انا. بشكر هديتكن الغالي. بلغنا انه قصدك وفصلك فنجي. لو بتضيع كنت حب تدقلك هويدلك بالفرنساوي. كيف قادر؟ لهوايتك تترجم؟ ترجموها رجال النوبة على الفكر، بس ما قدرت الكرانيت تترجم نغمتها. وفد الشمال بقيادة يوسف بيك كرم. يا حضرات الوجهة والعيان، اتفضلوا شاركونا بالميدي اللي ممدودي بالليوان الكبير لها المناسبة. بينما كان تم لقاء وتعارف بين حضرة المتصرف والزعيم يوسف بيك كرم، فتفضلوا جميعا. ايه هيدا الرجال الرجال، مبين على وضعه مرتاح، مغير واللي مثله قلال، كيف بيشبه جسر البيت، لا مبخرجي ولا مساح ولا بينحل بنقطة زيت ولا بيتدور بالمفتاح.
زي هني؟ تعرفوا؟ خبروني عنه عناصر الدول الكبيرة. نحن وجايين بالباخرة من اسطنبول. من هالمبادرة افتح له ايدي اثنين وبطلب منه يشارك للطريق. اذا كانت مشاركة مزبوطة مش للاستزلام دحني سيفي لعدلك لو عدلك ارتفع وارفع سيفي بوجهك لو عدلك عرج. تفضلوا يا شباب شاركونا بالمهدي اللي ممدودي من اللي ورا الكبير. تفضلوا. وانتوا كمان يا شباب تفضلوا. ثقبي يا باشا رجالي ما بيحبوا الاكل كثير. بالعكس معروف على رجالك انهم بياكلوا راس الحي. ايه اذا جربت الحي تمد راسك. صحونا بالمجال يا شباب. صحونا بالمجال يا شباب لنتباحث نحن والبيت. مجال يا باشا للتهني. هنيتنا وراح نهنيك. صراحة أنا ما جاي لا تهني ولا تأتهني. كأنك عم ترفض قبل ما تعرف شو هو الموضوع. كأني عرفت سلف يا باشا. يوسف بيك كيف برأيك لازم سير أمور هالبلاد؟ أنت ابن البلد ومحبوب من شعبك، تقدر تساعدني أكثر من غيرك. اسمحوا لي يا بشوات الفت نظركم، أول شغلي لازم يحط براسه الحاكم أول ما يستلم الحكم هي إنه الناس بيخلقوا أحرار بهالنظام الجديد اللي عاملينه. مش مبين انكم مراعيين هالشي يا باشا. بعد اذنك يوسف بيك افصحوا لنا بالمجال يا شباب لنتباحث نحن والبيك. يا يوسف بيك هذا النظام ما وضع الا لوقف المذابح. يا باشا لا المذابح طموح شعبي ولا هالنظام جديد كمان. عن اذنك يا باشا ان جاي تهني ولا جاي تعاتب؟ لا هي ولا هي. انا جاي اعلن موقف لانه اهل بلادي رافضين هالاتفاق اللي طابخينه برا جايين تفرضوه علينا فرض. كيف جايين نفرض عليك؟ كيف جايين نفرضوا عليكم فرض وكل وجهة وأعيان البلاد موجودين هون وموافقين عليك؟ هودي وجهة وأعيان البلاد يا باشا، هودي بيمثلوا مصالحهم وبس، هم ما بيمثلوا حدا من الشعب. هالناس هالناس وهالوفود كلها ناس فقراء معطرين وأقلية تحتاج كرمال لقمة عيشها تمشي ورا سوق مازور. برجع بأكد لكم يا باشوات هودي كمان مش هني الشعب ولا هني نموذج عنه. ومعارين يا بيك ما تكون بعيد عنا. حسب حسب شو؟ يا قدر ما بتكونوا قراب من هالشعب كون قريب مني يا باشا. يوسف بيك زعيم وطني كبير المفروض ينوقف على خاطره. داود باشا محضر لك من
مفاجأة كبيرة. راهي عينك قائد عسكر أو أي وظيفة بريد. من طبعي يا باشا بكره المأمورية، وبعدين أنا مش من النوع اللي بيحب يزقف أو بيحب الناس تزقف له. بفتكر لازم تفتشوا على واحد غيري. غريب كلامك. ظاهر انك جايب موقف عدائي. سمعت كثير عن علمك ونزاهتك واخلاقك، وهالصفات بيسعدني كون صاحبها صديق. كلامك مفهوم وقصدك معلوم، بس انت عارف ظروف البلاد بعد حرب السنتين. عارفها منيح يا باشا. انا وجاي على دير القمر شفت اثار الخراب والدمار والحزن على الحيطان. يا يوسف بيك، هلأ يلي صار صار، وما نوضع نظام جديد للبنان إلا أجل وقف المذابح، ومنشان هيك اتعين حاكم أجنبي من خارج البلاد. مفهومي ما هي دارجي بهالأيام. انتو هيك دايما بتعالجوا أمور الشعوب الصغيرة. هيدي اتفاقية الدول الكبيرة للشعوب الصغيرة تسير غنايم حرب. يا يوسف بيك، نحن منا خبرة بخفايا سياسة الدول الكبيرة. يا باشا أنا خايف من نوايا الدول الكبيرة. هيدا قدر الدول الصغيرة. ما في شعوب صغيرة وشعوب كبيرة، في شعوب بتطلع لفوق وشعوب بتطلع لتحت. يا بيت يا حرمي يا حرمي يا بيت، فلو لصق بالقصر مالي راجع غيرك. مين هالحرمي هاي؟ غفلتنا وفاتت. البدة تتشكل يوسف باك. انا من بيقدر الشوف. خذوها من عارف. تركوها على القليل تقول شكوى. يا بيت، حرقوا لي الزرع، نهبوا لي بيتي، حجزوا لي البوش. دخلك يا بيت، ما لي سند غيرك. متأسف يا حرمي، انا مني السلطة. انت السلطة والصرخة اللي ما عدنا نملك غيرك. خذوها من عارف. يا بيت خدوة. يا بيك يا بيك. خدوة خدوة خدوة. لكن بالنهاية لوين فيكن تاخدوا كل الناس بلاد بكاملة؟ جاي تتشكى عندك وانت ما عندك السلطة. قالت لك انا مين؟ على كل حق البلاد بحاجه لشخص مثلك قوي بمحبه الناس. الباشا جاي ليرجع العدل، وكل شقي رح ينال عقابه. بس ما يصير بكره الشقي بالتسويات بطل، ويصير القاتل بالسياسي زعيم والدارج يصول. طلب منك تكون قايد عسكر وتساعدني. اسس مني قادر يا باشا. هيدا تهرب. وراك اتفاقية اتفقت عليها المصالح، والمصالح يا باشا ما بتقدر تكون عدالة. انت بتقدر تصنع العدل. ايه كنت تنقص لا بدون حرية. عم منك انك رافض. نعم رافض. رافض كون عدالي محروق السلف بنار المصالح. عن اذنكم يا باشوات. يا شباب. الظاهر رفضه رح يعملنا وجعة راس. وانا هيك شايف. والحل؟ البترك. يا ربي
عليك يا مرايني. هلا يا جماعه وين ابني؟ بالعبا مع الشيخ اسعد بولوس وبطرس تومي ما يغنجوا حصان الباك العنزاوي. يا برن يا برن ان شاء الله شو مغروم بالعنزاوي. هيدي انت الجبور اللي كنت تصبح الحد راكب على الحمار. لكن مين؟ انا اقول بقلبي مين هو جبور؟ الراكب ولا الماشي؟ يرحم بيك يا لوند خلصنا معه. يكون العافية شو هالتجمع؟ لا يا روحي رجال ونسوان ما يغنوا ويتسلوا. كيف الأيد صوتي يا بي؟ بيتم مثلك يا فن. تعطيسني الباك شو في يا أسعد؟ عربية انصلاط فرنسي على مطل. شو عرفك انه عربية انصلاط فرنسا؟ وقحصني شقر ومشيتن على الكروسي ريجي مهزمة. ولاد اكابر مرجين اكل حالس عدوا لاستقبال الزاير. مثل ما انا راح عامل سعادته بالسياسي حاولوا انتوا تعاملوا مرافقينه والاحصني بالكياسي. عمرك يا باك ياخدوا كياسي قد ما بدو. مدين الاكل بالليوان ما بدهم يكسروا جوعان. هيكسروه بعد الاستقبال يمي. تعيونك يا باي. يلا يا رجال الحلوة الدامة اللي بصلاطوا وصور احصني على الخون الدبلوماسية. الى عيون البك فخمر يا باك يطول عمرك. يا ابني ما لازم نعمل من قيمتنا ونكرمه بشي وليمة؟ هيئتو هو جاي يكرمني. لأ ناصر بيسمع ولايم. كيف لكان؟ ولايم من نوع تاني. تعرف يا امي عروس لابني من ايدك بتسوى كل ولايم. الله يخلي لي اياك. الله يخلي لي اياك وفرحني منك. ايه ويفرح البلاد فينا تنصير ايامها حلوة. صلي لي. ما عم بقدر بنسى صور دير القمر. وجهك حزن يا ابني. عم بتذكر الخراب والدمار بالضيع اللي مرقنا فيها. حزن عم ترسموا الغربان كل غروب. اعطيني ايدي اعطيني دفى ايديك يمي. رايتك تقبرني رايتك تقبرني. لو قرارات الحرب بتشارك فيها الامات يمكن كان للشمس حنان اكبر. يمكن كانت المسافة بين الارض والسماء اقرب. يرضى عليك دمعة الفرحة بعيوني تركني روح رتب الفرح. كذوفة بي طاقة المعسكر غلي بوقت بالبرومية. شو صار له؟ شل شل رومانوس انشل. مسكين رومانوس كان أقرب الناس لألي. اسمح لي يا بيك كون محله بتجهد. كذوفة انت امك ماتت من سنتين وهلأ بيك ما قلو غيري. انتبهي على حالك وشوفي مستقبلي. يكون معك احسبنا رجال من رجالك. يا زوفا
ما تنسي انت بنت. حبنا للوطن كلنا رجال. مش معقول. مش معقول كلامك اكبر من عمري. فعلا يا بيك ما عليكم بخدمتك. يا زوفا انت صبية حلوة ومستقبلك قدامي. خليني افقت معك. خليني. وقفي وقفي يا زوفا. انا كل مشكلتي وهمي الكبير اجعل جيلكم يبقى واقف وما يركع ابدا. اهلا فيك. تفضل شرف. ايه بالحقيقه انا كنت حابب احكي معك وقت كنا بطير القمر، بس انت فليت بكير. مظبوط. انا اصلا طلعت على دير القمر لاعلن موقف. اعلنته في الليل. وفي الليل مش راضي، مع انه داود باشا رجل مناسب كثير لهالمرحله. يا الله يخليه لاهله. بعرف كثير منيح سعادة الأنصل، رجل مثقف كثير، خريج معهد النساء بإزمير، رجل عالم كبير بالقانون، وأهم شيء أنتوا راضيين عليه. كثير منيح. طب ليه ما بتتعامل معه؟ كأنه مش عم نفهم على بعضنا سعادة الأنصل. أنا اعتراضي على داوود باشا لأنه حاكم غريب. ما تنسى يا سباك، ما تنسى إنه داوود باشا أرمني ومسيحي واجنبي. انا موقفي مش موقف طائفي ولا عم دافع عن مسيحيه الشمال وبس. امبارح كنت في اجتماع مع مثلي ترابلس. واثنيننا متفقين على هالشي. نحن عم نشتغل لخلاص هالشعب بصرف النظر عن طوائف. يوسف بيك انت انسان كبير ومن قدرك، الشعب الفرنساوي بحبك وماشي معك. شعبكم يمكن ماشي معي، بس الهيئة حكومتكم لا. الجنرال بوفور ابن الثورة الفرنسية بيمشي ضدي مع مجيد شهاب القطاعي، ولو فرنسا ام الحريات وحقوق الانسان صارت تماشي القطاعيين. هو يظهر سعادة الأنصل، علمتونا المبادئ ونسيتوها انتو. ما تنسى النظام الجديد يلي انحط لبلدكم. نظام جديد؟ ما في شيء من ثورتكم، لا من المساواة ولا من الحرية. النظام الجديد كرس الطائفية بالبلد. الطائفية؟ من كومون. كومون. مجلس إدارة، 2 مواطنين، 2 سني، 2 متاولي، 2 دروز، 2 روم، 2 كاثوليك. وكل شيء بالبلد صار طائفي من الكرسي وجر. أنا مهمتي نبهك عن خطورة موقفك. مهمتي نبهك عن خطورة موقفك. شعبك تابع للحرب. بنصحك قبال الوظيفة المعروضة عليك. كوماندان عسكر. كيف ممكن نفذ أوامر ماني مقتنع فيها؟ بكرة رح تطلبوا مني اجمع السلاح من الأهالي. كيف ممكن اجمعوا مشكلة هالشعب بعد ما انحلت؟ العالم كله شاف شو صار لما الدولة العثمانية تآمرت على عصم من هالشعب، جردته من سلاحه. أنا بفهم كثير منيح كل دولة أجنبية ما بتقدر تحكم شعب من الشعوب إلا بالفتن وتقواية فلان لفترة وتكسير فلان لفترة. لا سعادة الأنصل، أنا بفضل أبقى صرخة هالشعب ولا أكون شاهد زور على مصلحة البلاد والشعب. بيينك كذي. سعادة الأنصل، تبقى صداقتي ممدودة لدولتكم العظيمة، وبيبقى شعبنا مرتبط بشعبكم الحضاري مهما اختلف الرأي. صداقة بلادي متوقفة عن شراكتك بالحكم.